بمشاركة عراقية وعربية ودولية، انطلقت أعمال مؤتمر ندرة المياه والتنمية المستدامة في مقر جامعة الدول العربية، والذي ناقش محاور هامة تتعلق بندرة المياه والتغيرات المناخية والتوسع العمراني والتحديات الكبيرة التي تهدد الأمن المائي في المنطقة. يعتبر من أهم المؤتمرات والاجتماعات، لأنه يركز بشكل كبير ومهم على موضوع ندرة المياه. هذا التحدي الذي يواجه كل المنطقة، هناك العديد من دول العالم ومن ضمنها العراق تعاني من هذا الموضوع والتغيرات المناخية، والتي أثر بشكل سلبي. المجلس الوزاري العربي في الجامعة العربية داعم لكل توجهات الحكومة العراقية، وهذا شيء حقيقي يسعدنا. مناقشة كل هذه التحديات مهمة جدا للخروج برؤية شاملة لمواجهة هذه التحديات بمشاركة الجميع. اللجنة الفنية درست 20 قرار، تشمل هذه القرارات قرارين مهمة بخصوص العراق، هو دعم العراق في الحصول على حقوقه المائية من دول الجوار. يهدف المؤتمر إلى توفير منتدى شامل وبيئة حوارية لصناع القرار وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدني والباحثين لمناقشة التطورات والابتكارات والحلول العلمية في هذا المجال من خلال جلسات حوارية تتعلق بسلامة الأمن المائي. موضوع المياه وندرة المياه والتحديات المياه التي تواجه المنطقة العربية أصبحت حديث الساعة بالنسبة لكثير من الدول والمواطنين في المنطقة العربية، وأصبح تهديد ندرة المياه في ظل تغير مناخي وفي ظل صراعات إقليمية على المياه العابرة للحدود من الأهمية بالمكان، ولا بد من الاجتماع ووضع الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تعاني منه أغلب الدول العربية من تحديات كبيرة وقضايا سببها ندرة المياه في المنطقة العربية، كما يعتبر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة القضايا التي تهدد الأمن المائي العربي. من مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، رشا محمد، العراقية الإخبارية.